اعرف فيروز بصفه شخصيه. علاش فيروز؟ هل الشخصيه متاع المراه التي لا تضحك مصطنعه ام طبيعيه؟ اخف دم فنانه في العالم العربي حين تخلو معها في الوقت هي فيروز. ما نصدقش. ولكنها حينما تقابل العالم فانها حاده. علاش تتحول يا سيدي؟ فيروز مهم عندها المناخ. انا عندما جاءت فيروز الى مصر وانا بعرفها من زمن الكاتب الصحفي اللبناني الكبير هشام ابو ظهر ورحت لها في جبل انطلياس. المناخ مهم بالنسبة للفنان. يعني عبد الحليم حافظ إن لم يكن جالسا وسط مجموعة من أصدقائه ما يبقاش طبيعي، ودي مسألة طبيعية جدا. يعني الغلاسة هي جزء من شخصية أي إنسان في الدنيا، إنه غلس إلى أن تكتشف إنه دمه خفيف. نعم. ولكن هي قدامها كلمة واحدة، ما بدي ما بدي يا ست فيروز، ما بدي